الله يعطيكم العافيه اخوان، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد. يا اخوه طبعا امبارح المساء صدت طير، اوكي، فهسه بدنا نحل لغز الطير شو تركيبته. طيب هاي اول شيء وجه الزواجه، اوكي، طبع برابسه، اوكي، ثوب لاهور، ثوب لاهور. اللي بيعرف يا اخوان شو نوع الطير يكتب لي على التعليقات لو سمحتوا، ويعطيكم العافية يا اخوان. اي اخوان شايفينه شكله لهور، بس وجهه وعيونه زواجر، بس الطبع هذول البراسة زي البرابسة، مش عارف شو بنقول له، لهور زواجل ولا شو يا اخوان؟ اعطوني حل. ايوه شايفين هاي الطير هيك 100% واضح عليكم. طلع فيه المشكله له الطبع، طبعه زي البرابسه، هذا اشي خربط لي مخي يا اخوان. ليش مركبه؟ مركبه على لهور ماشي، اوكي، اول شغله لهور، طب ليش راكب لهور وزاجل؟ طبعا هذول اللي براسه زي البرابسه، خلص اذا نقول لهور زواجل، لهور او زاجل بثوب لهورات، شو بدنا احكي لكم اكثر من هيك؟ انتوا اقنعوني مشان الله، يعطيكم العافيه يا اخوان حبايبي. الله يعطيكم العافيه اخوان، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وال محمد. هاي يا اخوان كانه معي زي البرابسه احمر، هاي شايفينه طارن لحالي انا، خلص خليه هسه شوي بعد المغرب. يعني ضلوا اخر الدنيا بس مسك راح طلع محن طراح. رجع ولا راح؟ يا اخوان بشوف شو بصير معي برجع لكم. هاي اخواني الطير رجع، والله شكله زاجل مكتف، والله بربريسي، والله مهم بين. ها ردح ردح طلع الباقيات، اسمع ما دام ردح طلع الباقيات خلاص. خلينا اسف جد المغرب يا اخوان، هاي الطير ردح، افتح الباب افتحه. لا معانا صار بيناتن، يلا اطلع خلاص افتح الباب. هاي شايفين يا اخوان، والله ما انا عارف شو هو الطير. هسه بينزل، بس معلف لها حبتين ثلاث، بس خليها تحط على راحتها، اسمع خليها تحط على راحتها. تعا 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 تعا. هات بده مسك، هذا بده مسك. زاجل مكتف يا اخوان، هاي شايفينه، هاي والله ما بعرف شو زاجل ولا برابسه ولا تفاحي. خلي هاي مع الحمام يا اخوان، شوفي ورانا. لا تخلطيش، اسمع اعطيه طبله واحده على التنك، هسه عيات الحمام بتموت. استنى شوي نايزم، وينك وينه لو سامحني؟ استنى شوي، وين الطير معانا؟ ها لا استنى شو، استنى بس يجي يلا اعطيها. ايوه اي صار اخر طير. تع 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 ليه بدي ينزل بيناتنا بعدين.
اسمه ضربه. استنى شوي بس خليها 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 لون احمر. استنى شوي استنى شوي هي هي طير حط 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 خلص حط 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 هي هي حط حط هي 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 ضريس ولا زاجل؟ اي زاجل والله هذا اسمع تعرف شو هذا كأنه زي لهورات راكب على لهورات والله ما نعرف شنو هو يا اخوان بس يجي بس امسك احكوا لي شنو هو وينه هاي شايفين اخوان هاي قاعد بلاهل بس طير جامد زي اللهور على الزاجل والله ما نعرف يا اخوان قسما بالله والله زاجل ايه كذا كأنه برابس على لهور والله ما نعرف برابسي هسه خلص مهجن مهجن مليون تهجين الطير يلا حروح عشت بجهاد عشت هذا الزاجل بس على ايش راكب ما بعرف ايش هاي شايفين يا اخوان هذا الزاجل بس على ايش راكب بس ما بعرف تعرف هذا الزاجل شكله كائن معتصم على برابسي والله شايفين يا اخوان الله يعطيكم العافية هاي شايفين اخوان زاجل بس ما بعرف شكله محطوط على برابسي كائن او اشي ما بعرف شو رأيكم انتم يا اخوان اللي بيعرف شنو يحكي لي